فيلم Tuesdays and Fridays من إخراج ترانفير سينغ. الفيلم بيبدأ بسيا محامية المشاهير كتير في مومباي، عايشة لوحدها ومامتها دكتورة نفسية في لندن. سيا ناجحة جدا في شغلها وبترفض أي حب في حياتها، ولكن فجأة بترتبط بممثل وكيل عندها والكل بيتكلم عن علاقتها بيه، وفي يوم هما في المهرجان بتضربه بالقلم وسط الناس وتمشي. من ساعتها كل الناس بتتكلم عن اللي حصل في المهرجان، حتى صاحبتها بات. وبيجي يوم معاد فارون كاتب سيناريوهات ووكيل عند سيا. فارون وسيا وهما بيتناقشوا في عقد، سيا بتلاحظ ان فارون بينام وتعبان من السفر، فعرضت عليه انهم يشربوا قهوة سوا في مكان، وبيروحوا عشان يشربوا القهوة سوا وبيسمعوا اتنين ستات بيتكلموا على سيا وانها قليلة الذوق علشان ضربت حبيبها في المهرجان. بتتحرك جدا سيا وبتستأذن انها تستنى فارون برا، ولما بترجع بتلاقي فارون بيعاكس ستات لغاية ما واحدة منهم بتضربه بالقلم، وساعتها بيحرجها عشان ما تتكلمش على حد ما تعرفوش وما تعرفش ظروفه، وبيرجع لسيا حقها. وبيرجع فارون لسيا بالقهوة وبيقول لها على مكان في لندن بيعمل قهوة حلوة جدا هو دايما بيروحه عشان ساكن هناك. سيا بتبقى مبسوطة جدا من اللي عمله فارون وبتروح تحكيه لباتس، وباتس بتشجعها انها ترتبط بيه لانه ذوقه محترم جدا. ولما مامة سيا بتتصل، باتس هي اللي بترد عليها وبتقول لها ان سيا معجبة بشخص. ام سيا بترحب بالفكرة لان نفسها تشوف بنتها متجوزة. المهم سيا بتاخد التليفون من باتس وبتكلم مامتها، وام سيا بتطلب منها انها تروح لها لندن عشان عايزاها في موضوع. وطبعا سيا بتفهم ان في عريس جديد مامتها جايباه، وبتاخد سيا اجازة من الشغل شهرين وبتروح لندن لمامتها، وبتفاجئها مامتها ان هي اللي هتتجوز. سيا بتكون مبسوطة جدا لامها، بس خايفة حد يجرحها تاني زي ما ابوها عمل، وعشان الفرح لازم سيا تقضي الشهرين في لندن. سيا كانت بتكلم باتس صاحبتها عادي، فباتس بتطلب منها قماش من لندن وبتديها عنوان، ولما بتروح سيا للعنوان بتلاقي انه عنوان المقهى اللي قال عليه فارون، وبتروح تطلب القهوة اللي كان فارون قايل عليها، وبيقدمها لها فارون بنفسه وبيقول لها انه ساكن فوق المقهى. ولما الست صاحبة المقهى سمعت انك عايزة قهوة فارون بلغتني وجيت اقعد معاكي على طول. وبتيجي سيا ماشية، فارون بيعرض عليها انهم يتعشوا سوا، بس هي بتقوله ما تحاولش في الارتباط، انت مش نوعي المفضل. قال لها احنا اصدقاء وبس، وانت برضو مش نوعي المفضل. وبتيجي البنت اللي فارون مرتبط بيها تسلم عليه وبتتعرف على سيا، فسيا بتطمن عشان فارون مرتبط وبتوافق على عزومة العشاء. وبتروح سيا قبل ما تقابل فارون بتقابل امها والراجل اللي هتتجوزه، وبتفضل سيا تسأله اسئلة غريبة عشان تطمن على مامتها. وبيجي فارون بدري عن ميعاده وبيقعد معاهم، وبيعرف من القعدة دي ان سيا شخصيتها صعبة جدا. وقبل ما ام سيا تمشي، فارون بيعرض عليها انه يساعدها في تحضيرات الفرح، ولكن سيا ما بتبقاش عاجبها اللي بيحصل، بس امها بتوافق. وفي اليوم اللي مفروض فارون يساعد سيا بيكون بيوصل حبيبته للمطار وبيتأخر على سيا، وسيا بتتعصب جدا من عدم احترامه للمواعيد، ولكن فارون بيصمم انه يساعدها. وهما ماشيين قابلوا اخت سيا من باباها وعزمتهم على عيد ميلادها. وفي عيد الميلاد فارون وسيا لاحظوا ان اخت سيا مرتبطه بواحد باين عليه انه شرير. وبعد عيد الميلاد اخت سيا بتروح مع اللي مرتبطه بيه فندق عشان يحتفلوا سوا. سيا بتعرف، وفارون بيساعدها انه يتكلم مع اختها ويقنعها انها صغيره على الارتباط والفنادق، وبينجح. وهنا اعجاب سيا بفارون بيزيد جدا. وبيجي تاني يوم المفروض سيا وفارون يتقابلوا، وبيكون متاخر كالعاده عن ميعاده. سيا بدات تعجب بفارون، ولكن مش عاجبها انه ما بيحترمش مواعيده، وكانت عامله له قائمه بالسلبيات والايجابيات. ولما فارون وصل صرحته سيا انها معجبه بيه، بس بيقول لها انه ماشي بمبدا في حياته ان كل علاقه وليها تاريخ انتهاء، وكل العلاقات في حياته اخرها 7 اسابيع. فبتتضايق جدا سيا وبتسيبه وتمشي. فارون بيتصل بسيا بالليل وبيبقى تحت بيتها وبيتصالحوا، وبيقرروا يفضلوا اصدقاء وينسوا اللي حصل. بس لما فارون بيسيب سيا ويمشي بتقعد تفكر كتير جدا، لانها مش قادره تقبل فارون في حياتها كصديق. وبتروح له تاني يوم وبتقول له ان عندها حل، انهم يرتبطوا كل 3 وجمعه، وباقي الاسبوع كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، وحطت شروط وقواعد للعلاقه. في الاول فارون بيطلب مهله يفكر، وسيا بتوافق، ولكن بترجع له تاني وتقول له لا مالكش وقت تفكر، رد عليا حالا، فبيوافق. وبيجي بعدها يوم فرح ام سيا وبيبقى يوم الحد، فسيا وفارون بيتعاملوا في الفرح على انهم اصحاب لانه مش يومهم. فارون بيتضايق وبيجيب واحده معاه الفرح، وسيا بتغير بس بتداري غيرتها لان هي اللي حاطه القوانين. فارون بيبعت لسيا فستان علشان تلبسه في اول ميعاد غرامي بينهم، بس بيجي يوم التلات وبتلبس لبس تاني خالص. بيضطر فارون انه يغير الخطه، وبيروحوا للمقهى اللي تحت بيت فارون وبيقضي يوم لطيف سوا، وبيشتغلوا في المقهى اليوم ده. وبعد اليوم ما بيخلص بيرجعوا البيت. فارون بيبقى عايز يبوس سيا، بس هي بترفض لان خلاص الساعه عدت 12 وبقوا يوم الاربع.
بيتعصب فارون جدا ولكن بيحترم القواعد اللي بينهم وبيمشي. وبيجي يوم الجمعة وسيا بتبقى مشغولة قوي وبتبعت رسالة لفارون انها مش هتقدر تخرج معاه النهاردة، فبيتضايق جدا وبيروح السوبر ماركت يجيب طلبات، وبيتفاجئ بكاجو صديقته من الطفولة واللي اخدها معاه فرح ام سيا. كاجو اصلا متجوزة وكانت موجودة في الفرح علشان تضايق سيا مش اكتر، وبتتصل سيا بفارون وبتعزمه على جاكوزي سوا. فارون طبعا بيفتكر انهم هيقضوا اليوم في البيت، ولكن سيا بتبقى ذكية وبتاخد فارون وبتروح مكان للجاكوزي وبيبقى زحمة جدا. فارون بدأ يحب سيا جدا بسبب انها مش معاه طول الوقت، وخطتها بدأت تنجح. ويوم السبت بيجي بتروح سيا للمقهى علشان تجيب قهوة، وبتقابل هناك فارون وبيعرض عليها انهم يقضوا اليوم سوا كاصدقاء، بس سيا بتعتذر له بسبب انها هتبقى مشغوله مع حبيبها القديم الممثل اللي ضربته بالقلم، وراحت معاه فعلا علشان يحضروا افتتاح مطعم جديد. فارون طبعا عرف مكانهم وراح وراهم، ولقى سيا لابسه الفستان اللي فارون جابه لها هديه وبيتضايق جدا، بس بيفهم الخطه اللي كانوا عاملينها وان ارتباط سيا بالممثل كان مجرد ستاره للممثل مش اكتر. وبيجي يوم الثلاث وفارون بيبقى عنده ميعاد ولازم يسافر، وبيروح يقضي اليوم بعد 12 مع سيا، وبيتخانقوا بسبب القواعد اللي سيا حطاها، ولكن سيا وقعت في الحب خلاص، وبتكسر القاعدة الأولى وبتحصل ما بينهم علاقة. بعد اليوم ده سيا بتتأكد قد إيه هي بتحب فارون، وبتقرر إنها تروح وتقول له يلغوا القواعد اللي ما بينهم دي ويبقوا مرتبطين بشكل طبيعي. بس لما بتروح له يوم الأربع بتلاقي حبيبة فارون القديمة موجودة عنده في البيت ورجعت من رحلتها، ولما سيا قالت له نلغي القواعد قال لها لأ انا بقيت مبسوط قوي كده، ومن رايي اننا نلغي العلاقه دي خالص عشان ارجع لقواعد حياتي تاني بتاعه السبع اسابيع. سيا قلبها بيتكسر وبترجع مومباي تاني وبتسيبه، ولما بتمشي فارون بيعرف قد ايه هو بيحب سيا وبيكلم مامتها عشان تقابله ويحلوا الموضوع سوا. وبيجي فرح باتس في مومباي، باتس بتطلب من سيا انها تعمل حنه، والطلب ده كان عشان سيا تتاخر في الحنه عقبال ما فارون يجي. وفارون بيوصل فعلا، ولما بيشوف سيا بيعرض عليها الجواز، لكن سيا بترفض وبتقول له هنحط قاعدة جديدة، سنة كاملة نعيشها سوا وبعدها أقرر أتجوزك ولا لأ. وبيوافق فارون على القاعدة دي وبيعيشوا مع بعض فعلا، وقبل ما السنة بتخلص بيعرض فارون عليها الجواز وبتوافق، وأخيرا بيبقوا مع بعض بدون قواعد أو شروط. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.